نعمل الاسم والصفة. نجيب طائري عضو فاطاتيس. نعم، اش ممكن لك تقولنا على اليوم، ما الحدث؟ الحدث ديال اليوم راه حدث كيعرفوا كل شيء، الجماعه المغربيه كامله ولات كتعرف شنو كاين في فرق المغرب فاسد. الحدث ديال اليوم راه كاينه وقفه احتجاجيه على المكتب المسيري المطلب ديال الوقفه راه واضح، اللي هو الرحيل ديال الرئيس والمكتب اللي معاه. يعني هذا مطلب واضح، هذا مطلب ديال الوقفه. واليوم علاش جات هذه الجماعه كامله اللي كتشوف عليها، يعني كبير وصغير، راه عيالات رجال كلشي جا هنايا باش يغوت على هذا المطلب هذا اللي هو الرحيل ديال هذا الرئيس هذا والمكتب ديالو. ما رمزيه ولايه الجهه؟ ولايه الجهه حيت ولايه المدينه هو المسؤول الاول على المدينه. حنا كنشوفوا المدينه انها كتغرق في جميع المجالات، ما بغيناش تغرق في هذا المجال الرياضي، وسيرتو الفريق ديالنا اللي هو المغرب الرياضي الفاسد، الفريق اللي هو المتنفس الوحيد ديال هذه المدينه هذه. نشوفوا حتى هو تيغرق وتزيد يغرق، والسبب هما ناس اللي استولوا على السيره وورثوا السيره لسنين طويله، يعني ما يفوق 20 سنه وهما كيسيروا في فريق المغرب الرياضي الفاسد. بما ان السيد الوالي راه هو المسؤول الاول في هذه المدينه هذه، يعني يشوف الحل. يعني راه ما غنعرفوش حنا احسن منه، راه الوالي ديال المدينه راه المسؤول رقم واحد، المسؤول الاول على المدينه هذه. الفريق المغرب الرياضي الفاسد راه كيمثل الساكنه مدينه فاس والجمهور ديال مدينه فاس. نعم، اهم الحلول اللي يمكن نطروحها ولا ممكن تناقش مع الولايه. ما 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 ما, ما, ما. كاين حل واحد، كاين حلول، كاين حل واحد. نعم، هو الرحيل ديال الشخص هذا والمكتب اللي معاه. الناس راه اكثر من 20 عام وما كيسيروا فريق المغرب الرياضي فاس، الجمهور كامل كيطالب بالرحيل ديالو. هذا الحل الوحيد اللي كاين، يعني داك الحل ديال الصلح وداك الشيء راه بحال اللي كنضربوا الشمس بالغربال كيف تنقولوا في المثل الشعبي، او بحال اللي غادي نديروا بيطادين شي ضربه خايبه في اليد اللي خصها تتخطى. نعم، ما سبب التشبث ديالو طيلة هذه المده بهذا المسلم؟ سبب التشبث هذا راجع ليه هو، حيت لا يعقل ان كرئيس اللي واقفه في وجه مدينه، يعني لو كانت عنده ذره ديال الكرامه وعزه النفس وهذا راه ما يقبلش ان مدينه تكون واقفه كونطرو ومتشبث بالرئاسه، ما يمكنش. حيت راه اي واحد غادي هذا الشيء راجع ليه هو، السبب ديال انه متشبث بالفريق راه اللي غايه في نفسي يعقوب، ما كاينش شي حاجه واضحه. الرساله ديالك مباشره؟ الرساله ديالنا مباشره، والرساله ديالي يعني باسم هذا الجماهير اللي حاضره، باسم اوترا فاطاتيكاز اللي كنتم هذه الوقفه هذه، تنقول بالله هذا السيد هذا حنا كنقيموا كل شخص وكل رئيس وكل مسير بالعمل ديالو. الشخص هذا من 94 هو في فريق المغرب الرياضي الفاسي، عنده لقب واحد 94 2017 سنه، يعني 23 سنه هو في فريق المغرب الرياضي الفاسي عنده لقب واحد. يعني انسان مسير، يعني كمسير ماشي كشخص، كمسير راه مسير فاشل وما عطاش في هذه الفرقه هذه، يرحل ويخليها الناس اللي قدو يعطوا فيها. نعم، رسالتك للجماهير ديال الماس؟ رساله للجماهير المغرب الرياضي الفاسي باش تكون يد وحده، باش ما ترجعش اللور، باش ما تستسلمش، حيت هاد الناس بغاونا نستسلموا، بغاونا نرجعوا اللور، بغاونا نسمحوا لهم في الفرقه ويديروا فيها ما بغاو. حنا الرساله لهاد الجمهور المغربي اللي فات، انا ما نسمحش في الفرقه ديالو، ونبقاو كناضلوا على هاد الفرقه ديالنا، تنقيوهم ونقيو المحيط ديالها من هاد الناس هادو اللي ولتوا تسير فيها. شكرا جزيلا.